هلا عيد هاي طبعا النافذة حفظية مس، تمام. حكينا بنحفظ المكان الجزء وشو اسمه وشو بيحتوي. هلا حكينا هاد شريط أدوات الوصول السريع، حكينا هاد شريط العنوان، هدول حكينا أدوات التحكم الزائد والمربع والمربعين والناقص، حكينا قائمة ملف، حكينا التبويبات، حكينا عن المجموعات، هدول المجموعات الجروبس، حكينا عن حيز العمل، حكينا عن الرولر عن أفقي وعمودي عشان أحدد هوامش الصفحة وحدودها، بعدين حكينا عن الكيرسر وهيه الإشارة النابضة، حكينا عن شريط الحالة وبشو عفوا شريط المعلومات وشو بيحتوي، حكينا عن شريط التمرير، في عندي شريطين للتمرير أفقي وعمودي، وآخر إشي حكينا حيز العمل المكان المخصص للكتابة وبتظهر فيه المستندات سواء كانت نص صورة وأشكال مدرجة، تمام. هلا عشان انا انهي العمل يا مس بروح على تمام، بكبس على اكس، اوكي بروح بكبس على اكس، تمام، عشان انا انهي العمل واخرج من البرنامج اللي عندي. راح اعمل ايش راح اعمل؟ راح اعمل هيو، تمام، راح اروح على الاكس واعمل اغلاق، اوكي وهذا درسنا لليوم يا مس، ويعطيكم الف عافية.